خوتي تحية لكم خوتي، إن شاء الله تكونوا كامل ملاح. تحييكم خوتي في كل بقع العالم، تعاونا إن شاء الله ربي يحفظكم. إن شاء الله يا خوتي ندعو لكم، إن شاء الله كل واحد وش راهو متمني، إن شاء الله ربي يفتح عليه وخلاص. هذا ما كان خوتي، كل واحد كيفاش يعلق خوتي. كاين لي ناس ملاح الله يحفظهم، ناس متربيين متخلقين، الله غير نحييهم وكما نقولوا نريبوندي على لي كومونتير تاعهم، الله ان شاء الله ربي يسترهم. وكاين شي عباد اخوتي مش تقول لهم شي عباد، ما كاين حتى اللي يطيح في لي كومونتير يا خوتي، والله غير عيب اقسم بالله. ماشي مربين بهذوك العباد هذوك، ان شاء الله يهديهم هذوك الناس اللي البلاد بقات روطار، والله غير بهذوك الناس باسكوني ثقافه ني تربيه. المهم انا ما يجينيونيش ما يديرونجيونيش، هو كيما يقولوا يحاسب روحه، يحاسب روحه على كل حال. فهمتوا خوتي؟ هذه هي برك فيديو خفيف ظريف خوتي. واش تحن نقول لكم ثاني خوتي؟ اه كيما هذوك الناس الله يهديهم على كل حال، انا ما نعمش راسي بهم. كاين شي ناس قالوا لي ديرنا مباشر من داك درنا فيديو لايف، ماشي مشكل خوتي، والله غنريح برك ندير خوتي فيديو لايف نقصرو بالبيان. هذه هي خوتي شي ناس كندير لي فيديو هكذا يقول لك هذا مخلوع، هذا مانيش عارف علاش يقول لك هذا مخلوع. انا ننصح خوتي ندير نصيحه برك ونعيش خوتي على المباشر، هذا ما كان معايا ندير شغل بليزير لي فيديو. صح شي ناس يقول لك مخلوع، كاين واحد كاين لي يسب كاين مي معليش نورمال ما يجينيونيش، انا كاينين لي كوراجيوني ونكمل هكذا يا نورمال. المهم انا اللي قادر عليه اللي نعرفه موصي خوتي به، حاجه اللي ما نعرفهاش ما ندخلش روحي، انني نهضر واش راني عايش واش جربت. فهمتوا خوتي واش جربت؟ باسكو علاش انا كي بديت نخدم، والله يا خوتي نعاودها الف خطره، هذه كي بديت نخدم انايا كانت عندي الاوزفايس، الاوزفايس هذه هويه لاجئ بدون اوراق. فهمتوا خوتي؟ ما عندهاش بزاف، اه والله ما عندها بزاف خوتي، بالك واحد 3 سنين هكذاك ولا هكذاك، والله ما عندها بزاف خوتي. المهم تروح انت ديموندي خدمه في البلديه وانت حراه كاع عندك هويه تاع لاجئ. فهمتوا خوتي؟ هويه تاع لاجئ. مع الاول كيما نقولوا السوسيال هو يخلص عليك الدار حتى يبيتوك وكلش، و كي تحب تخدم ما تعرفش اللغه تروح للبيرو يعيطولو اربايت اجنتور. هذا البيرو خوتي جاي في البلديه تما ديموندي خدمه، يعطولك على حسب النيفو تاعك. فهمتوا خوتي؟ على حسب النيفو تاعك يمدولك خدمه، يقول لك الا لقيت خدمه قول لنا نونجستريوك، ولا ما لقيتش حنا نحوسو لك. الوغ الا لقيت نتايا كاش خدمه ريستور ولا بار اكزومبل شونطي ولا سا ديبو اي خدمه، شاف هذاك هو اللي يعمر لك واحد الورق ويدفعهم لك لاندران صامت. من بعد تستنى سمانه دو سمان يرجعوا لك لا ريبونس،
ايه ولا لا لا اصلا دا بهورده يرجعوا لك لا ريبونس كاين بيروت هنيك يعيطوا اصلا دا بهورده مختص بالمهاجرين يرجعوا لك انا رجعوا لي قبلوني يا خوتي هذه هي قبلوني والله غير حراك الناس ما حبش تامن الله يهديهم يقول لك تكذب المهم درت لكم فيديو على المباشر بحوايج تاع خدمه وكل شيء معليش نورمال يقول لك تكذب ولا باسكو ما حملوهاش كاين شي ناس شغل ربي ما فرضش عليهم كما نقولوا بصح جهلوا شغل ما يهمش كيفاش خدمت كوارتك بلا ما تزوج انا خدمت كوارتي بلا ما تزوج ياك سامع علينا اش نورمال ما يمنوش مكتوب ربي هذه هي مكاتب ربي سبحانه كما نقولوا لازم تعمل مكتوب ربي فهمتوا خاوتي المهم كي يقبلوك تخدم تبدا فور اكزومبل كي تبدا تخدم يخرجوك من السوسيال كيفاش يخرجوك من السوسيال تولي انت تبات في هذيك الدار القديمه وشنو انت تخلص قبل ما تخدم كانوا هم يخلصوا عليك السلطات الالمانيه ومن بعد كي تبدا تخدم تولي انت تخلص كل شهر تخلص الدار هذيك 200 اورو للشهر فهمتوا خوتي شغل تخرج من السوسيال شغل السوسيال يولي ما يخلصكش فهمتوني تولي انت يا خدام وعندك شهريتك وتقدر تخلص الدار هذه هي وهذه هي خاوتي باسكو علاش الاوزفايس كي يعطوها لك قبل ما دير الانترفيو تاعك يعطوا لك اوزفايس بالدودونغ شغل حط احمر خط احمر هذاك اللي جاي في الهويه تاعك ما عندكش حق الخدمه مين بالصح كي دير الانترفيو تاعك وتبصم يعطوا لك اوزفايس ما فيهاش الدودونغ فهمتوا خاوتي ما فيهاش الخط الاحمر الور كي ما فيهاش الخط الاحمر بالاوزفايس وانت لاجئ وما عندكش كوارط عندك حق الخدمه خاوتي عندك حق الخدمه وتخدم قسم بالله بصح بالخط الاحمر ما يقبلوكش اصلا دابي هرده ما يقبلوكش فهمتوني خاوتي هذا هو الميساج اللي حبيت نلحقو لخاوتي اللي ما على بالهمش كاين شي ناس هنا في غرمان عندهم مده ما يعرفوش انتو خاوتي واش نزيد نقول لكم تانيك وكاينين كاين واحد القوانين واحد ما يعرفهم لهنا في الالمان هذاك الناس تقول لك بار اكزومبل اللي جاتو صعيبه عم بالو شغل الناس كاع تجيهم صعيبه وفي الالمان ديروا في بالكم حاجه كل مقاطعه كيفاش كل مقاطعه بار اكزومبل شتوتغارد وبرلين ماشي كيف كيف بادن فوتنبرغ وساكسن وكاينين مقاطعات فهمتوا خاوتي بار اكزومبل كيما نقولوا نتايا انت راك في مقاطعه تروح لاميري تلقى انسان شغل عقلي كيما نقولوا دار فيك سكاره يدير فيك سكاره نورمال بصح كاينين شي بلايص تروح ما تقدرش تعرف هي مكاتب ربي يسهل لك كاين اللي قبلك تخدم كاين اللي ما يقبلكش هذه هي خاوتي شغل كل واحد وزهره الفو با تغلطوا الناس واللي جاتو صعيبه عم بلو الناس كاع يتيك تجيهم صعيبه لا خاوتي ماشي هكذا انا نحكي لكم على روحي ما عنديش بزاف والله جاتني سهله ما تعبتش كاع يتيك هكذا جاتني سهلة شغل تخدم راسك تخدم السيرفو ديالك هذا ما كان شوية ولا غتقضي امورك سيمو بالله خاوتي فهمتو فهمتوني هذه هي خاوتي المهم الناس اللي تكومونتي وتسأل والله ما نقدرش يا خوتي نريبوندي راني كي نريح في الدار ساعة زوج سوايع نريبوندي كاين اللي ريبوندي لهم كاين اللي ما نقدرش نريبوندي لهم يسمحوا لي خوتي مين نريبوندي لهم من يكون عندي الوقت برك باسكو 300 ولا 400 كومونتير انا ما نقدرش نقراهم بزاف المهم سي كيف الماكسيموم تاعي نريبوندي لخوتي هذا ما كان ها راني هنايا ما حاوزوني ما بعتوني للبلاد ما والو ما عنديش بزاف انا عندي جيت في 2016 والله غير 2016 يا خوتي
اقسم بالله ونحلف لكم قاعيتك 2016 وعندي عامين خدمة دوكا والحمد لله ربي فرج خاوتي. المهم الفيديو هدايا ما نطولش فيه، راني نكمل لكم ان شاء الله. تهلاو في روحتكم خاوتي وخلونا لي كومونتير وربي يحفظكم ويستركم ان شاء الله خاوتي. سلام عليكم.